ومرة أخرى نقول نبي العراري موقوف مش قرار من وزير العدل، والسلفيين موقوفين مش قرار وزير العدل، مش 140 يا أخت، مش 140 بالله، كي تأخذوا معطيات أنت مراكب سلطة في البلاد، أسهل من سلس. 500 مطاردين و 140 موقوفين، منين العدد هذا؟ من أين جاء هذا؟ وقت اللي نحن اليوم في السجون عندنا تقريبا 65 ما نقولش سلفيين، 65 موقوفين على ذمة بعض القضايا، قضية السفارة الأمريكية، قضية المدرسة الأمريكية، قضية بير علي بن خليفة، قضية القصرين وجندوبة، تحبوا يضرب السلاح زي ما نبحثوش، شطاير في يده يا أخي أبو عجاجة، شطاير في يده يواجه فيه بالأمن، شطاير في يده يهدد به في أمن البلاد، شطاير في يده يهدد فيه في الدولة، شطاير في يده يهدد في حياتك وحياة أبنائك وحياة أولادي وحياة أولادك وحياة أمك وحياة أختك، شطاير في يده يواجه فيه الأمن ويقول لا، أطلق سراحي. ما عادش نبحثوا حد، نقتلوا يقتل ما عادش يبحثوه، ويذبح ما عادش يبحثوه، وينهب ما عادش يبحثوه، ويحرق ما عادش يبحثوه. أي دولة تتحدث عليه؟ عن أي دولة تتحدثون أيها الأخوة؟ راكم مؤسس دولة، أنتم بس الشعب، أنتم منتخبين من أجل الشعب، من أجل أنك تحميه، تحميه حياته، تحميه كرامته، تحميه استمراره، تحميه وجوده. تم حد تعدل عليه لفقنا له قضية؟ نحن نبي العراري موجود في السجن من أجل اتهامه بارتكاب جريمة في سليانة، ما نقولش شنية، يتبحث ولا ما يتبحثش، أنا أقول له اتهم بارتكاب جريمة، يسألني القاضي وما يسألنيش. سيد وزير الخارجية متهم من طرف معناها الأخت المدونة هذه، يسمع من طرف القضاء وسمع من طرف القضاء، وتسمع المدونة كذلك، وتتخذ في حقها إجراءات تحفظية عادي جدا، لكن العبرة بأنه عملية التتبع وعملية البحث تكون في إطار محايد. العبرة أنه ما تكونش عندها خلفية لا سياسية ولا إيديولوجية ولا حزبية، العبرة أن يستوي الجميع أمام القضاء والقانون، وهاك بتشوف هاك برشاد ها مستويين الكل. ثم واحد يتصور أنه بعض الخيان ما يتصوروش أنه وزير عدل وزير داخلية من النهضة، وبعض الأولاد متاع النهضة في تطوين توقف القاضي، مش القاضي وقف عايش بي، وما نقولوش يراه إحنا ما عندناش بطاقة تعريف فيها هوية سياسية، إحنا القاضي يبحث في أفعال تنجم تثبت إدانته ويتحمل مسؤوليته، وتنجم تثبت براءته يبرأ وينال البراء، والأصل في الإنسان البراء، ولكن أمام القضاء يجب أن نكون كلنا متساويين. ما ثم حتى حد عنده حصانة مهما كان سببها، ما ثم حتى حد فوق الناس، ما ثم حتى حد فوق القانون، ما ثم حتى حد يتألم ويمتعذ لأنه القاضي استدعاه باش يبحثوا ولا باش يسمعوا ولا اتخذ جده إجراء في تحجير سفر أو في منع كذا أو في غيره.